بونجور واضح، انا جوال. كان عندي حظ كتير حلو بعد سنتين تعب 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 شغل بلا مصاري ابدا، بنيت بورتفوليو كتير كبير والله بعت لي سوني ريكوردز، اشتغلت معهم، رحت من ما عم طلع ابدا مصاري لكن نهاري بألف دولار، عم بحكيكم من 18 سنة. ومن بعدها اكيد ب 2008 فتحت ميزون دو جوال، صالونات ميزون دو جوال، رجعت حبيت انه افتح كلينيكا جوال اللي هي شيء يعني بزنس كومبليتلي مختلف. بس بهالوقت كنت انا اوريدي مبلشه شغل على مستحضرات كريمات للبوتي للبشره وللشعر من جوال باريس، تعبت كتير على هذا الموضوع. بس ما كانت الشهرة بحياتها هي هدفي، ما كان همي يكون مشهور، أنا همي يكون مرة ناجحة. ولادي كون تاني، عشان هيك بقلك صوت إذا مشهورة صوت، بس بطلب من الله بس إنه بس بصلي الله يحميهم وبصلي لكل ولاد العالم. أنا هذا تشالنج كل شخص مشهور عربي إنكم تساعدوا السمول بزنسز اللي ببلدكم، حبوهم ساعدوهم وشوفوا قديش هالشي هيعطيكم سعادة.